اليوم كمان حاخذكم على مطبخ يمكن من المطابخ اللي كثير صارت مميزه وصرنا نعرف عنه اكثر بالفتره الاخيره اللي هو المطبخ الارمني، والمطبخ الارمني اللي بيميزه النكهات الطعمات اللي هو شبيه احيانا بالمطبخ التركي باخذ شيء من المطبخ اللبناني، فمجموعه مكونات بتخلق نكهه كثير مميزه. حنعمل اليوم الايتش او اللي هي التبوله الارمنيه، وحنعمل كمان وصفه بالزهره مع الفلفل، يمكن من اهم المكونات اللي بنشوفها انا اكشلي بوصي عليها دائما لما يكون حدا جاي من ارمينيا هي دبس الفلفل او دبس الفليفله او معجون الفليفله، بتكون يا حاره او حلوه. فاليوم حناخذكم بهي التفاصيل للناس اللي بتحب المطبخ النباتي. تابعونا اليوم، اليوم اكيد مقبلات مو طبق رئيسي بس افكار مختلفه، واكيد مع بعض ساره اليوم بنحضر هاي الوصفات. خلاص احنا في الارمني. ايه اليوم مطبخنا ايه. ارمني، ومثل ما شايفين عندنا مكونات كثير. كنا عم نحكي انا وياكي ساره انه عن الفلفل، بيجي الفلفل الحار او الحلو، عن معجون البندوره، يمكن هاي المكونات بتذكرنا شوي ايام الماضي كانوا يخزنوا الاشياء بهالطريقه، تجفيف، الطحن، استعمال زيت الزيتون، التخليل أو السكر، فكان في كتير عندهم بالمطبخ بشكل عام مربيات، مخللات أو مثل ما شايفين هون معجون الطماطم، معجون الفلفل. كل هاي المكونات، معجون الفلفل هذا يعني عادة يكون في الصفرة أنه زي الصلصة على الجنب. أيوة موجود دائماً. أيوة. موجودة بس بتكون أنواع وطعماتها مختلفة، بنشوفها بالمطبخ المغربي كمان، بنشوفها بالمطبخ بلاد الشام، بالمطبخ الخليجي، فدائماً الفلفل مع اختلاف أنواعه بيزيد نكهة حلوة، خاصة للناس اللي بتحب شوي الكيك الحار. هلأ هاي الوصفة اللي قلنا عنها نحن سميناها التبولة الأرمنية أو بما يسمى بالإيتش، عادة تتحضر من استعمال المكون الأساسي هو البرغل، فنحن لنبدأ بتحضير هالوصفة حناخد كمية من البرغل. في ناس بتعملها بالأبيض، برغل الأبيض، أنا بفضل البرغل الأسمر لأنه بيعطي شوي كرنش أكتر. أيوة. نكهته بالنسبة إلي ألز. هنحط عليها مي حار. والله انت لذيذه يا ساره، والله عم نحكي الصبح هلا انا وساره على موضوع شكرا وعلى التوقعات، ويمكن كنت بالبدايه عم اقول من بعدك ساره انه يمكن بمواقف معينه بحياتنا وخاصه لما بتتعرفي على حدا بمجال عملك وبعدين هذا الانسان بصير جزء من حياتك وبتصير في اشياء بالفعل بتصفني بتقولي الله شكرا على هذا الموقف اللي كان لما يكون غير متوقع. صحيح. هي الشكرة الحقيقية. أيوة. ما بتكوني متوقعة، بتتوقعي من أولادك، من أهلك، بتتوقعي من مثلا أحد أصحابك كتير من زمان، بس أحيانا العشرة اللي بتصير على فجأة بيكون الشكر هيك من القلب أكتر. شوف المشكلة هذه الأيام إنه كثير نسمع إنه نزلي سقف التوقعات أو لا تتوقع لا تتوقع، خطأ لدرجة إنه صار الواحد حتى لما يكون في مشكلة أو مثلا حاسس إنه هو محتاج صديق صار ما يخاف يطلب عشان لا يتوقع، فيعني صار كله عكس، صار في يعني شيء عكسي وسلبي على الشخص نفسه. فإحنا نقول إنه لا، تقدروا تطلبوا وتوقعوا مو كثير، في النص يعني خليه شيء معتدل. بس كمان احنا المفروض نكون تعلمنا نطلب من مين مو من حي الله. هي مو بس مجرد لما نقول ما تتوقع، يعني كأنه الواحد عم بيقول بطل عنده ستاندردز، يعني بطل عنده يعني انت بتحطي لنفسك اسس للعلاقه. صح. اذا انا ما عم بتوقع يعني انا خلص ممشي كل شيء تمام يلا بالزبط. لا انا في عندي ستاندردز، مو ضروري توقعات زياده عن اللزوم، ممكن نقول نحافظ على سقف التوقعات ما تكون مبالغه خاصه بالعلاقات او مع الاصحاب، بس خفيفه ظريفه، بس لازم يكون في شيء، لازم يكون في توقع. ضروري انا اقول إنه لازم في توقعات ولازم الواحد يطلب، ويعني كل شخص محتاج أي شيء، يعني محتاج لو محتاج فلوس، لو محتاج حب. صح. لو محتاج أخرجة، لازم يكون في حواليك السبورت سيستم هذا اللي تطلبه منه من غير ما يعني يتعبوك، مو يتعبوك، من غير ما يرفضوك، هذه الكلمة، من غير ما يرفضوا لك الطلب كمان. أيه بالضبط. أوكي، لنحكي شوي عن هالوصفة، نرجع للوصفة. أنا حطيت على البرغل مي حار، لازم نتركها لحتى يعني يتشرب على الآخر، فبصير عندنا مثل العجين. الإضافة اللي حنزيدها عليها هي حنستعمل زيت الزيتون، بصل أبيض، وحنقلي معلقة من دبس الفلفل ومعلقة من معجون الطماطم. طبعا لما بنقليهم مع زيت الزيتون اول شيء بناخذ طعمة اطيب منه للوصفة، نفس الوقت بتصير مكرملة اكثر مع البصل فبتلبق للوصفة، خاصة ان الوصفة بتتقدم باردة. فلا خليهم هون على النار، فيني غطي عليهم حتى اذا شوي ارتفعت الحرارة مع السوائل الموجودة ما يعني توسخ معنا. اوكي. هلا تطرطش. بعد ما بتتقلى بنتركها تقريبا 3-4 دقائق، حنكون بهذا الوقت احنا عم نحضر كمان المكونات الفريش اللي بنضيفها على الايتش. في عنا البندورة المفرومة، في عنا البصل الأخضر،
دبس الرمان ومنزيد عليها كمان عصير الليمون، فإحنا كأنه عم نحط عليها مكونات التبولة. أيوة. كمان بقدونس كمان منزيد، فينا نحط شوية نعنع، في ناس بتحط معها جوز إذا بيحبوا طعمة الكرنش. يا سلام. وحلو بهالوصفة أنه بتتقدم مع أوراق الملفوف، فمع الملفوف تقدر تاكليها كأنه مثل الخبزة. أوكي. فهي وصفة صحية، وصفة مختلفة، حلو نعملها مع ال... وتصلح للفيجنز قلتي. هاي الوصفة بتصلح للفيجنز، أنه بنقدر نعملها مثلاً كوصفة أساسية، نعمل جنبها بينز شيء حتى تكون فيها بروتين، أو للناس اللي بتحب تعمل مثلا مشاوي حلو يكون كطبق مقبلات مرافق جانبي. أيه. أوكي، فعندي هون البندورة قطعتها، ونستعمل كمان بصل أخضر حنضيفه على الوصفة، حنستعمل ليمون، دبس رمان، هدول كلهم المكونات حنضيفهم على البرغل أكيد مع شوية ملح، وحنحكي عن البهارات المهمة لهالوصفة. إذن على البرغل في عندي النكهة الأساسية حتكون من البصل، زيت الزيتون، المعجون الفلفل والمعجون الطماطم، بعدين حنحط معاها كمون. بس كثير كمية البرغل ولا هي إيه؟ هي لأنه المكون الأساسي. أوكي. سو بدك تتخيليه هي برغل وفيها نكهات. تمام. فعلى حطينا كمون، حنحط ملح أكيد على حسب الرغبة، الملح، فلفل أسود وبابريكا، فهي النكهات أو البهارات الأساسية اللي هي موجود اوريدي، يعني ما في شيء انه مختلف، ما في شيء كثير غير. حنحط شويه زيت زيتون اكثر، حنحط معاها دبس رمان معلقه كمون على طول، وحنضيف بعدين عصير الليمون قلنا، ممكن حتى نحط برش ليمون اذا حابين، بس هي الحموضه اللي موجوده فيها بتطلع كثير لذيذه، وبنزيد عليها الخليط اللي هو استوى هون وبنخلطهم كلهم مع بعض. يعتبر استوى خلاص؟ اتوقع بده شوي كمان. اوكي يا سلام، خلينا نتاكد. احلى نقليه اكثر شوي. تمام. كيف بس يتقلى حنضيف هذا الخليط على اللي عملناه هون، حنحط معاهم البندوره والبصل الاخضر ومثلا اذا حابين اذا حاب نحط لها بقدونس، حابين نزيد لها جوز بنزيد لها. انا بهذا الوقت حبيت ورجيكم وصفه ثانيه كمان بنقدر نحضرها قبل بوقت، واليوم انا حورجيكم البرزنتيشن كله بعد شوي يعني كيف بتتقدم هاي الوصفات. تمام. الوصفه الثانيه هي عباره عن مقبلات، بس حسيت هيك تويست مختلف وغريب. حنعمل اليوم بالزهره، حنستعمل مكون اللي هو نفسه دبس الفلفل. حناخذ معلقه وحنتبل الزهره بالفلفل وبزيت الزيتون، واذا حابين ممكن نحط لها شويه ثوم، بس انا حاستعمل بس فلفل وزيت زيتون. ايوه بتزحرق الزيت. اوكي، بنخلطهم اول شيء. دائما اذا بدكم تتبلوا اي شيء زي بص عفوا دجاج، خضره، لحم، دائما حضروا الصلصه خلطوها مزبوط بعدين زيدوا عليها المكون الخضرة. حتى انه بعدين تتغطى بكل من كل الجهات. والزهره ما يحتاج تسلقيها او اي شيء، رح اشويها بالفرن. اوكي. سو هلا بعد ما عملت الصلصه اللي هي عباره عن دبس الفلفل مع زيت الزيتون، حنحط عليها الزهره اكيد مغسوله ومقطعه، وبس تتغطى من كل الجهات كمان برش عليها رشه ملح. اوكي، حنحطهم بصينيه الفرن وندخلها على الفرن لمده تقريبا 10 دقائق حتى تتحمر تاخذ طعمه الفلفل. حنقدمها على لبنه، حنزيد عليها رمان، نعنع وصنوبر محمر. حلو. فهلا تابعونا بعد شوي رح اورجيكم كيف حنكمل هاي الاطباق، بتكون استوت عندي الصلصه وبنكمل وصفاتنا. حنفرمها يعني شوي صح؟ يعني تتاكل بارده اقصد، مش حتتاكل بارده بالضبط، فانا حاشويها تكون بردت وبنرجع بنعمل برزنتيشن مع بعض. تسلم لك. ارجع لكم لوصفاتنا اليوم مثل ما وعدتكم، حنكمل الوصفات وحنقدمهم مع بعض. عملنا اليوم وصفه الايتش الارمنيه او اللي هي التبوله الارمنيه، ولذكركم بتفاصيل ونعمل التقديم مع بعض، احنا اليوم استعملنا فيها البرغل الاسمر او ممكن تستعمل البرغل الابيض، ضفت عليهم الكمون، البابريكا، ملح وشوي فلفل اسود، دبس الرمان، العصير الليمون، زيت الزيتون، هي كلها مكونات مطيبة للوصفة، ريحتها طيبة كثير. وعلى جنب حمرنا البصل مع زيت الزيتون، دبس الفليفلة ودبس البندورة مع بعض، بعد ما تقلوا حطيتهم على الوصفة وعجنتهم كلهم مع بعض، زدنا عليهم بندورة فريش، بصل أخضر، بقدونس، ممكن تحطوا معها كمان شوي من الجوز لحتى تعطي هيك كرانش او طعمه اكثر. انا كنت احسب الكميه كبيره وشوف طلعت يا دوب بشخص واحد. يعني هي هاي مثل ما قلنا صحن مقبلات، فبيطلع حلو انه نحطه بهالطريقه. فانا هون ممكن اذا بدنا نقدمها بهذا الشكل نحطها برينج، بعدين هي حلوه مع هالوصفه نحط معها ملفوف، لانه حلوه تتاكل بدل بالخبز، يعني بدل الخبز نستعمل ملفوف. ممكن طب في خبز بس يعني بس سؤال يعني لا ما في ما في. طيب اوكي، بس كان سؤال عادي يعني مو يعني لازم هيك. ممكن بهالطريقه ونحط شويه نعنع بس لتعطي شكل
حلو لوصفة اليوم. هاي بالنسبة للإيتش. هلأ حنعمل الوصفة الثانية اللي حضرناها من الزهرة. يعني اليوم حمرنا الزهرة بالفرن مع الدبس الفليفلة مع زيت الزيتون. بعد ما تحمرت صارت بهذا الشكل. خلينا نورجيكم فكرة كتير حلوة. هاي بدها خبزة صراحة، بس يعني خلينا نشوف كيف هنعملها. بستعمل معلقتين كبار من اللبنة. يا سلام. هأفردها بالصحن بهذا الشكل، صحن فلات. نحب اللبنة لما تكون كذا زي اللبن، في لبنة تجيكي مرة متماسكة بزيادة جامدة. ايه هي اللبنة الحامضة، هي بتلبق كتير لهالوصفة. هنحط اللبنة بهالشكل، بعدين حوزع عليها الزهرة. هورجيكم هلا بقية المكونات اللي حنستعملها. طلعت الزهرة كتير طعمتها طيبة لأنه الحر وزيت الزيتون وكل هاي الطعمات مميزة، يمكن من يعني بتغير من النكهة النهائية للوصفة. هوزع شوي كمان هون، نحط هون، وهلا حنرجع نزينهم ببقية المكونات اللي عندنا. ناخذ هذول الصغار. اوكي، في عندنا شوي من الصنوبر. يا سلام. حنحط عليها كمان شوي من حبوب الرمان، وبنضيف عليها اوراق النعنع، واخر شيء زيت زيتون. والله تسلم الايادي. يعني وصفة يمكن بسيطة، بس شوفي قديش شكل إذا عملنا هاي الوصفات على رهيبة صراحة، رهيبة بشكل سريع وسهل، بس أكيد مميزة صراحة، شكله رهيب. إي والله، بس أتمنى في خبز قاعد ذلك أنا اليوم. بس كيف قلتي لي هذه تلفيها؟ يعني إيش الفكرة؟ يعني فيك تاخذي أنت من هيدي الملفوف هيك. أوكي، تعملي لقمة بهالشكل هاد. طيب كثير والله. أوكي حجربها أنا. جربي يلا. سبايسي مرة طيبة. تسلم الأيادي، رهيبة والله.